مساء الخير مشاهدينا. أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء التصنيف الجديد يوم أمس للأندية، وهو الذي اعتمد من خلاله على نتائج الفرق خلال العام، وتقدم فريق الفيصلي في هذا التصنيف 4 مراكز على اللائحة ليحل بالمركز 18 عربيا، فيما تراجع الوحدات 19 مركزا، وشهد التصنيف تواجد 29 فريقا عربيا بالقائمة للشهر الثاني على التوالي. وفك الترجي التونسي الاشتباك مع الهلال السوداني على صدارة الأندية العربية بالقائمة، وعلى الصعيد العالمي حافظ برشلونة على المركز الأول، فيما انتزع تشيلسي المركز الثاني. يلتقي فريق الرياضي الأردني فريق المتحد اللبناني عند الساعة 4 مساء الغد ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة دبي الدولية لكرة السلة. وكان الرياضي قد استهل المشوار في البطولة الليلة الماضية بالفوز المثير على الأهلي الإماراتي، فيما ينتظر أن يخوض مواجهته الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة أمام فريق سمارت الفلبيني الاثنين المقبل. وبعد فوزه الغالي على الأهلي الإماراتي واصل الفريق التدريبات بروح معنوية عالية سعيا لمواصلة الانتصار وتسجيل مشاركة إيجابية في هذه البطولة. عربيا، حسم فريق الصفاء قمة ربع النهائي من بطولة كأس لبنان لكرة القدم بالفوز على العهد بركلات الترجيح بعد التعادل ب3 أهداف للكل في مجريات اللقاء. ونجح العهد في السيطرة على مجريات الشوط الأول، وافتتح حسين عوض التسجيل بالدقيقة 12. وفي الشوط الثاني انقلبت الأمور سريعا وأدرك الصفاء التعادل بهدف عمر خان في الدقيقة 50. وتقدم بطل الدوري بعدها ب3 دقائق عن طريق علي السعدي، ثم أعاد أيضا علي البازي الأمور إلى نقطة الصفر بإدراكه التعادل في الدقيقة 78. وفي الأشواط الإضافية تمكن المحترف الفلسطيني محمد أبو عتيق من تسجيل التقدم للعهد مرة أخرى، ثم رفض الصفاء الاستسلام عندما أدرك التعادل بتسديدة بعيدة من السعدي مرة أخرى، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء التي ابتسمت للصفاء. مع فريق الصفا محمود الزغبي، محاولات الصفا بهالوقت مع المحاولة الصفوية، وممكن نشوف هدف بهالوقت، إنما التسديدة تتخلص. أوتشي. عالميا، عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشائعات التي تتحدث عن احتمال رحيله عن ريال مدريد الإسبانيا الصيف المقبل. ويأتي تصريح رونالدو في رده على ما قاله المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي النجم البرازيلي السابق ليوناردو، الذي تحدث عن أن الفريق قادر على إغراء اللاعب البرتغالي للقدوم إليه. ورد رونالدو وبعد تسجيله ثلاثية في مرمى سيلتا فيغو ضمن مسابقة الكأس الإسبانية على ما قاله ليوناردو، وقال بأنه لن يتحدث عن الفرق الأخرى، لكن في عالم كرة القدم من الممكن حدوث أي شيء. رصد نادي تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 65 مليون يورو للتعاقد مع الإسباني غوارديولا مدرب نادي برشلونة السابق، بحسب ما ذكرته الصحافة البريطانية. ويشرف مواطن غوارديولا رافائيل بينيتيز مؤقتا على الفريق اللندني حتى نهاية الموسم بعد إقالة الإيطالي روبرتو دي ماتايو الموسم الحالي. وذكرت الصحف أن الملياردير الروسي رومان برايموفيتش مالك النادي سيرصد هذا المبلغ الكبير على 3 مواسم لإقناع غوارديولا الذي قاد برشلونة إلى المجد، وسيتقاضى غوارديولا بذلك أكثر من 20 مليون يورو سنويا. وتردد أن غوارديولا رفض 3 عروض من تشيلسي بعد تركه النادي الكتالوني العام الماضي. قدم نادي كورنثيانز البرازيلي لكرة القدم نجم الفريق الجديد ألكسندر باتو نجم هجوم المنتخب البرازيلي رسميا إلى وسائل الإعلام في مقر تدريبات الفريق. وقال باتو في مؤتمر صحفي الأول له بعد الانضمام للفريق أن حرارة الاستقبال التي وجدها من مشجعي الفريق جعلته على يقين بأنه اتخذ القرار الصائب بترك ميلان الإيطالي والعودة إلى البرازيل. وأيضا رفض باتو التعليق على تأكيدات برلسكوني مالك نادي ميلان الإيطالي،
والذي قال أنه يتوقع عودة باتو إلى ميلان في غضون عام واحد. هذا وتعاقد كورنثيانز مع اللاعب مقابل ما يقارب 20 مليون دولار، لتكون أغلى صفقة انتقال للاعب إلى الدوري البرازيلي. نسمع دائما عن السيارات خارقة السرعة تفوز بسباق، وأيضا نسمع عن إرسالات ساحقة للنجم الصربي ديكوفيتش بقهر جميع الخصوم، لكن أن يكون النزال بين سيارة خارقة السرعة وديكوفيتش صاحب الإرسالات الساحقة، فهذا الذي لم نعتد عليه. لنشاهد لمن كانت الغلبة في لحظات اليوم. Yes! Yes! I knew it! I knew this day will come.